مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مجددا بعد غياب أسبوع كامل في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. واليوم عندنا فقرات جديدة ومتنوعة، وحنجاوب على السؤال اللي موجود: هل القرآن يتهم الإنجيل بالتحريف؟ حياكم الله، خليكم معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في مقطع جديد من أسئلة المسلمين الشائعة. في هذا المقطع حنتناول سوا أين قال القرآن أن الإنجيل محرف. للأسف المسلمين يعتقدوا أن اليهود والمسيحيين حرفوا كتبهم، فهل من دليل؟ هذا اتهام خطير ولزوم الرد عليه. المسلم يدعي أن الإنجيل محرف، والبينة على من ادعى. المسلم يعتقد أن الإنجيل والتوراة والمزامير محرفة بناء على آيات من القرآن وبدون دراسة وتحليل الإنجيل. ومن ضمن الآيات اللي اعتمدوا عليها قول: ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن موضعه ويقولون سمعنا وعصينا، حسب النساء 46. وهذه الآية لا تتهم الإنجيل، بل تتحدث عن اليهود اللي حرفوا بعض الكلمات بألسنتهم، لأنهم يقولون سمعنا وعصينا بدلا من سمعنا وأطعنا. هذا حسب تفسير الطبري. وأيضا هناك آية تتهم فريق من اليهود، وليس كل اليهود، بالتحريف: وقد كان منهم فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، بقرة 75. وحسب تفسير الطبري لهذه الآية أن اليهود عملوا على تبديل معاني كلمات الكتاب المقدس، ومش تحريف الكلمات بشكل فعلي، يعني أنهم يحرفون المعنى ومش النص. وهذا الأمر يحدث في كل دين وملة، ولهذا السبب تلاقي طوائف كثيرة في المسيحية والإسلام وغيرها. فهل تعدد الطوائف في الإسلام يعني أن القرآن محرف؟ تأويل معاني الكلمات في الإنجيل لا تعني تغيير النص الحقيقي. طيب، ممكن يجي واحد مسلم ويقول لك أن هناك نص صريح في القرآن يتهم اليهود بتحريف الكلمات بشكل فعلي: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، بقرة 79. حسب تفسير الطبري لهالآية يقول أن بعض اليهود كانوا يكتبون أي كلام ويضحكون على العرب ويبيعونه لهم على أساس أنه كتاب مقدس، علشان إذا افترضنا أنه حيحدث بالفعل حيث لا يوجد دلائل تاريخية مؤكدة على ذلك. ولكن لا يعني أن الكتاب تعرض للتحريف. طيب، إيش هو دليلك بعدم تحريف الكتاب يا دكتور؟ واحد منكم ممكن يسألني هذا السؤال. طيب، حسب القرآن هو يصف اليهود والمسيحيين بأنهم من أهل الكتاب 31 مرة في القرآن. فهل يقصد أنهم أهل الكتاب المحرف؟ طبعا لا، والف لا. أو لما يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما منزلنا مصدقا لما معكم، نساء 47. فهل يعقل أن يقول القرآن مصدقا لما مع أهل الكتاب وهو محرف؟ وفي موضع آخر القرآن يخاطب محمد بقوله:
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. مائدة 48. السؤال هو كيف يكون الكتاب المقدس محرف وبنفس الوقت محمد مصدق عليه؟ هذا مع العلم أن الكتاب المقدس اليوم متوافق مع مخطوطات الكتاب المقدس الموجودة أيام محمد وقبل محمد. سؤال، طيب واحد يقول لي كلامك يا دكتور مقنع بس يا ريت تزيدني من الشعر بيت. حاضر، انت تستاهل. اسمع دي، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. آل عمران 113. واضح جدا أن القرآن يصف آيات الكتاب المقدس بآيات الله، ولو كانت محرفة لما وصفها بآيات الله، صح ولا لا؟ الخلاصة هي أن القرآن لم يعترض على الإنجيل بالتحريف، فأين قال القرآن أن الكتاب المقدس محرف؟ ربي يبارك الجميع، آمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا غيره في قلبي، أعبده وحده ولا سواه. يسوع المسيح، يسوع المسيح، يسوع المسيح ربي. يسوع المسيح، يسوع المسيح، يسوع المسيح ربي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا غيره في قلبي، أعبده وحده ولا سواه. يسوع المسيح، يسوع المسيح، يسوع المسيح ربي. يسوع المسيح، يسوع المسيح، يسوع المسيح ربي. أحبنا نحن البشر، مولود قبل الدهور ومساوي الآب في الجوهر، الابن الوحيد نور من نور، أحبنا المسيح. يسوع المسيح، يسوع المسيح.
يسوع المسيح ربي. كل شيء به كان ومن أجلنا رب السماء تجسد كإنسان مولود من العذراء. كل شيء به كان ومن أجلنا رب السماء تجسد كإنسان مولود من العذراء. حياتي حقي ودربي يسوع المسيح، يسوع المسيح، يسوع المسيح حرابي، ربي يسوع المسيح، وليس لملك انقضى. هو عند الآب يشفع بي يسوع المسيح، يسوع المسيح، يسوع المسيح حرابي، يسوع المسيح، يسوع المسيح، يسوع المسيح. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فقرة جديدة من فقرات كلام ودي. أخواننا المسلمين يعتقدون أنهم يعرفون السيد المسيح عز المعرفة، يعرفونه ويعرفون أمه وتلاميذه ويعرفون كل شيء عنه،
يعرفون حتى أكثر من المسيحيين أنفسهم، لأنهم أصلاً أتباع الحقيقيين مش النصارى الضالين المضلين، وإنهم المؤمنين به وبرسالته والمناصرين له والمدافعين عنه. فالمسيح في الإسلام مجرد إنسان، نبي كريم مؤيد بالروح القدس، جاء للعالم بمعجزة، مولود بدون أب من عذراء اسمها مريم. كلم اليهود وهو لسه في المهد وقال لهم إن عبد الله ورسوله، وإنه جاي يحل لهم بعض المحرمات ويبشرهم بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام ويمشون في الأسواق. وإن كل إنسان مسه الشيطان إلا المسيح، وكان يحيي الموتى ويشفي المرضى ويعلم الغيب ويطهر الأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا، وكل هذا بإذن الله. وكان معاه 12 تلميذ اسمهم الحواريين. تآمروا عليه اليهود وحاولوا صلبه، لكن الله نجاه منهم وألقى صورته على واحد من التلاميذ اختار يفتدي المسيح بنفسه. وفي قصة ثانية إن الشبه ألقي على التلميذ الخاين اللي وشب السيد المسيح عند اليهود، فالله رفعه ونجاه، لكنه بينزل في آخر الزمان ويذوق الموت حاله حال كل البشر. وكذا خلصت القصة، وهذا كل شيء، وهذا اللي يعرف الإسلام عن السيد المسيح. يعرفونه لكنهم يجهلون حياته تماما، يعرفونه وما يعرفون كلمة واحدة من كلامه، يعرفونه ويجهلون كل تعاليمه ووصاياه، يعرفون تلاميذه ويجهلون كل شيء عنهم، حتى أسماءهم يجهلونها. يقولون عنه كان يمشي في الأسواق وهو عمره لا ملك درهم ولا دينار، ومع إنه جاي يحل اليهود بعض المحرمات ويبشرهم بنبي جديد والمتوقع منهم يحبونه ويفرحون فيه، نشوفهم بالعكس يكرهونه ويطالبون بصلبه. لكن الله تدخل وحل الأزمة بحكمة إلهية عجيبة راضى فيها جميع الأطراف، فترك اليهود يصلبونه لكنهم في نفس الوقت ما صلبوه، ومات لكنه في نفس الوقت ما مات. وكذا طلع الكل سعيد وراضي، وكمل الله الناقص ورفع المسيح بعد صلبه وأخفاه مباشرة عن اليهود، وكذا تأكدوا اليهود إنه مات فعلا. ومع إن الله قادر ينقذ نبيه بكل قوة وكرامة وبدون لا لف ولا دوران، إلا أننا نشوف اختار أسلوب المكر والخديعة في إنقاذ نبيه من الصلب لحكمة لا يعلمها إلا الله وحده، واللي ما له تفسير أبدا إن الله بعث نبي بمعجزات خارقة للطبيعة والقانون البشري، معجزات مستحيل تتكرر في العالم، مستحيل تتكرر في العالم مرة ثانية أبدا. مولود بدون أب، تكلم في المهد، تحكم في الروح، يأمر الطبيعة، يخلق، يحيي، يشفي، يعلم الغيب، يعلم الرزق وأحوال الناس، بل كان هو في حد ذاته معجزة متحركة. وكل ذا الزحمة بس عشان يحل بعض المحرمات ويبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. يعني يا ناس، هل كان ذا الأمر البسيط يستحق من الله كل ذا الآيات والمعجزات؟ إذا كان النبي موسى هزم فرعون وكل جيش بعصاه، فهل كان المسيح يحتاج لكل ذا القوات والمعجزات عشان يحلل بعض المحرمات؟ هذا اللي تعرفونه عن السيد المسيح. جاي يبشر عند اليهود في القدس بنبي بيطلع بعد 600 سنة، وين؟ عند العرب في مكة. يعني الله ضيع وقته مع ناس غلط وفي مكان غلط، ويمدي الناس نسيت ذا السالفة. طيب كان أولى تعطي كل ذا الآيات والمعجزات للنبي الجديد نفسه، بدل ما كانت الناس تطالبه بآية وما كان عنده. يعني الله باعث آخر نبي عنده بآخر رسالة للبشر لخير أمة أخرجت للناس بدون أي معجزات أو آيات تذكر. الله خلق
الله خلى كل المعجزات للمسيح واللي بعده ما لهم أي شيء. معقول يكون المسيح المرسول أقوى وأقدس من الرسول نفسه؟ هل فعلا تعتقدون أن هذه كانت رسالة السيد المسيح لكم؟ هل إحنا وإنتوا نعرف ونتكلم عن الشخص نفسه؟ هل توقفتوا فعلا عند حياة السيد المسيح أو مريتوا عليها مرور الكرام؟ ما دريتوا أن المسيح يحبكم؟ ما دريتوا أن حياة المسيح كانت خط فاصل بين كل ما قبلها وكل ما بعدها؟ فبعد عمل المسيح فيه نقطة وتوقف. المسيح ما جل العالم بكل ذا الآيات عشان نمر على حياته مرور الكرام ونمشي متوهمين أن احنا توقفنا، لكن عشان نوقف عندها ونتأمل فيها ونتعلم منها. المسيح أكبر بكثير جدا من كونه مجرد نبي أو رسول، والمسيحية أكبر جدا من كونها مجرد دين يدعي إن لله ابن. المسيح التزام محبة وعطاء تجاه الغير، والمسيحية منهج سلام وتعهد صريح للطهارة النفس والروح. اليهود صلبوا المسيح في الماضي لأنهم رفضوه، واليوم أنتوا تصلبونه مرة ثانية بجهلكم به وبرسالته. مش احترامك للسيد المسيح أنك تعتبره نبي وتشوف نفسك متفضل عليه. احترامك له أنك تتعرف عليه وعلى شخصيته وتفهم رسالته لك. في يوم من الأيام كنت مثلكم، أعتقد أني أعرفه وطلعت أجهله تماما، لكن يوم عرفته انبهرت بشخصيته وحياته وتعاليمه وأهدافه. شدتني محبته وعطتني حياة أبدية. واليوم أدعوكم أنتوا أيضا تتعرفون عليه وعلى شخصيته وعلى تعاليمه وحياته. اعرفوا بشارته الحقيقية لكم، وأكيد بتلقون فيه راحة لنفوسكم. وفي الأخير أحبائي، تحياتي القلبية لكم وتمنياتي الكبيرة تعيشون أحرار، وأشوفكم سعيدين ومقتنعين وفاهمين وعارفين رسالة السيد المسيح لكم. ودمتم بخير وفي أمان الله. يا الله باسمك خلصني وبقوتك أنصفني، يا الله اسمع صلاتي واصغى إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي وعتاتم يسعون إلى قتلي، وما خلوا الله قدام عيونهم. هو ذا الرب معيني والسيد الرب عاضدي، يرد الشر على عدويني وبحق عدلك استأصلهم. طوعا أذبح لك وأحمد اسمك يا رب لأنه طيب، فإنه نجاني من كل ضيق وشفت بعيوني اللي صار العدويني. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المجلة السعودية، وهذه فقرة الاختبارات. جاءنا هذا الاختبار من لام من سوريا، يقول: نشأت في أسرة مسلمة وكنت أعمل بائع في محل بازار تابع لشخص مسيحي. كنت أتعاطى المخدرات، وذات يوم تم القبض علي وحكمت، وكان أهلي وأقارب يقولون لي تستاهل السجن،
ولم يقف منهم أحد في صفي. الشخص الوحيد اللي ساعدني هو صاحب المحل الذي كنت أعمل معه وهو شخص مسيحي. كنت أنظر له على أساس أنه كافر وكنت أسرق من محله، لكنه ساعدني ووقف بجانبي وقال لأهلي أنه ما يحتمل أنه يشوفني في السجن. هذا التصرف جعلني أشعر بمدى الكراهية والحقد الذي في داخلي ومدى المحبة التي عند المسيحيين، وقد تمنيت أن أكون مسيحي مثله. وهذا السبب وراء فضولي في البحث عن المسيحية وتعاليمها، وهذا هو عمل النعمة من الرب يسوع المسيح في حياتي، وهو جعلني إنسان محترم. آمين. الرب يباركك يا أخ لام، ومدام بدأ معك مشوار، إذا الإنسان كده تصرف معك وتأثرت محبته، لأنه من فيض القلب يفيض الإنسان بالكلمات وبالحب وبالعمل، فكيف تتوقع ربنا؟ آمين. ربي يسعدك وتكون أنت لبنة طيبة لأهل بيتك، تجيبهم كلهم للمسيح وتخلص، تكون واحد. آمين. ربي يباركك. أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الجميلة جدا، ولا أن نلتقي في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.